موجز لأهم الأخبار من أول قناة اقتصادية في الجزائر، أهلا بكم. بداية، يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة للجزائر خلال الأيام القادمة، وقد ناقش رئيس البلدين أمس السبت جدول أعمال الزيارة خلال مكالمة هاتفية قدم فيها الرئيس الفرنسي تعازيه لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في ضحايا الحرائق التي عرفتها بعض ولايات الوطن. وتهدف الزيارة لتعزيز التعاون بين البلدين في ظل أزمة طاقوية تعيشها أغلب الدول الأوروبية بسبب نقص الإمدادات الروسية. في موضوع آخر، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية غالما على إثر الحرائق التي مستها، أكد على وقوف الدولة ودعمها لكل المتضررين من خلال المؤسسات الاقتصادية العمومية التابعة للقطاع، وذلك تنفيذا لأوامر السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، وهذا بعد إحصاء كل الخسائر جراء الحرائق. كما ذكر الوزير بضرورة التأمين وانخراط الفلاحين من أجل تعويضهم في حالة تعرضهم للمخاطر الكبرى، كما أمر المسؤولين على القطاع الفلاحي بالولاية بالقضاء على البيروقراطية الإدارية وتغيير الذهنيات والسلوكيات وتقديم كل التسهيلات للفلاحين المتضررين. أتاح بريد الجزائر للطلبة الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا دفع حقوق التسجيل الجامعية عن بعد بواسطة البطاقة الذهبية عبر منصة رقمية تحسبا للدخول الجامعي 2022-2023، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هذا ويطمئن بريد الجزائر طلب الجدد الذين لا يحوزون بعد على البطاقة الذهبية أنه يمكنهم اللجوء إلى شخص آخر حامل لها لإجراء الدفع الإلكتروني لحقوق التسجيل. اكتشف شاب جزائري من ولاية تيارت ثغرة أمنية من درجة عالية في أجهزة أبل كانت ستسمح لقراصنة الإنترنت بالسيطرة والاستيلاء على كل البيانات من خلال اختراق نظام الشركة، وهو ما دفع مديري شركة أبل إلى تكريمه وإضافة اسمه في حائطها الشرفية. كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شحن أكثر من 50,000 طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية منذ مطلع شهر أوت الجاري بموجب اتفاق إسطنبول. وأضاف غوتيريش في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع التركي خلال زيارته اليوم لمركز التنسيق المشترك المعني بشؤون شحن الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية بالبحر الأسود. قال وزير الهجرة النيوزيلندي مايكل وود إن بلاده ستجري تغييرات مؤقتة على قواعد الهجرة بهدف جذب 12,000 عامل العام المقبل، ويعد تنافس الشركات على استقطاب موظفين جزءا من اتجاه عالمي ساعد على رفع الأجور في نيوزيلندا، مما يشكل تحديا لجهود محاربة التضخم من قبل البنك المركزي الذي رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2015. علمت الاقتصادية الأولى من مصادر موثوقة أن نزول ألفريدي بن عكنون يطالب إدارة أولمبي المدية بتسديد فاتورة تتجاوز 1,000,000 سنتيم وإلا اللجوء إلى العدالة. يأتي هذا في وقت يتخبط فيه النادي في أزمة مالية خانقة جعلت أغلبية اللاعبين يرفعون شكاويهم إلى لجنة المنازعات من أجل الحصول على حقوقهم. نهاية الموجز، في أمان الله.